السلام عليكم التلامد هاد الحصة هادي غادي نديرو فيها الجزء الثاني ديال الدرس الاشتقاق هاد الحصة هادي غادي نشوفو الاشتقاق على اليمين والاشتقاق على اليسار تخي بيان دابا هاد الاشتقاق على اليمين والاشتقاق على اليسار علاش داروه فوالا علاش داروه حيت حيت بلاتي الفقرة الأولى شنو كنا درنا قابلة الاشتقاق ديال دالة في نقطة تخي بيان فوالا بعض المرات ما كان عارف ما كان قدروش او من المستحيل درس قابلة الاشتقاق ديال دالة في نقطة اشنو غيمشي يديرو اشنو غيمشي نديرو هذا الشيء درس الاشتقاق على اليمين وقابلة الاشتقاق على اليسار اذا في هذه ضروري خاصنا نعرفوا شنو هو الاشتقاق على اليمين والاشتقاق على اليسار لهذا غادي نديرو هاد التعريف هذا واخا غيكون طويل المهم ضروري خاصنا نديرو هاد التعريف شنو كيقول ليا لتكن لتكن اف داله عدديه معرفه على مجال مجال نسميه مثلا اب نقول ان اف قابلة للاشتقاق للاشتقاق على اليمين على اليمين فئة آه إذا بحال التعريف ديال قابلة الاشتقاق في نقطة إذا أنت شوف سطر على اليمين ياك على اليمين على فئة إذا وجد عدد حقيقي غادي نسميه ال ا بحيث فوالا بحال التعريف ديال قابليه الاشتقاق في نقطه بحيث اش لا ليميت عندما اكس يؤول الى ا ديال اف لاكس موان اف ديال ا على اكس ناقص ا تري بيان هادي ما ندرس قابليه الاشتقاق في نقطه حنا فين بغينا ندرسو قابلة الشقاق على اليمين يعني سوا ندير إكس تؤول إلى أ بليس ولا كنديرو إكس تؤول إلى أ بحيث أن إكس أكبر أ باش تكون قابلة خاص هاد الليميت هذا يخرج لنا عدد حقيقي وهذا العدد شنو سميناه إل أ واش مفهوم فوالا العدد إل ها هو إل أ هذا العدد الأن يسمى، أنت الأن، الأن يسمى، يسمى العدد المشتق للدالة إف على اليمين، على اليمين فئة، فوالا، في فئة، على اليمين ديال أ. ونرمز له ونرمز له بالرمز باش كنرمزو ليه غنرمزو ليه باش اف بريم هاد بريم كتعني الاشتقاق اف حيت عندنا اف ولكن على اليمين على اليمين يعني غندير لا د يعني دغواط فوالا فاش في النقطة او فوالا ونكتب ونكتب ها ونكتب فوالا آه اف بريم الا كانت قابله الاشتقاق فان اف بريم دي ا اشنو كيساوي كي هذا راه بحال اللي كنا درنا في الجزء الاول انت اف بريم ديال شنو كيساوي كي راه كيساوي لا ليميت عندما اكس يؤول الى ا ديال من ديال اف ل اكس ناقص اف ديال ا على اكس ناقص ا على اكس ناقص أ ولكن حنا راه عندنا دغوات يعني على اليمين ديال أ يعني يا إما أن غندير يعني خاصني نحسب لا ليميت على اليمين ديال أ يا إما غادي ندير أ بليس ولا غادي ندير إكس تؤول إلى أ بحيث أن إكس أكبر من أ واش مفهوم واش مفهوم أساتذة فوالا إذن باش تكون دالة قابلة الإشقاق على اليمين في أ خاص يكون لا ليميت ديال هذا خاصو يكون كيساوينا عدد حقيقي إيه الا كان لا ليميت كيساوي بلس لانفيني او مو لانفيني فهي غير قابله للاشتقاق على اليمين فئه خابيه ونفس الطريقه بالنسبه للاشتقاق على اليسار فوالا غادي نديرها في نفس التعريف فوالا ليكن لتكن اف داله عدديه معرف واحد الملاحظه قبل ما ندوز للتعريف غادي تقول لي علاش اه هنايا خدينا بالضبط على اليمين ديال ا علاش حيت حنايا الداله ديالنا الداله ديالنا شكون هي الداله ديالنا اف معرفه على المجال شكون هو ا بي معرفه على المجال ا بي غادي نتراسي هذه على المستقيم العددي مثلا غنعتبر ا ايه هي هذه و بي هي ايه هذه المجال ديالنا هو ا ب مسدود من جهة ا مفتوح من جهة ا اذا الداله ديالنا معرفه على هذا المجال تريب فوالا هذا هو ا اليمين ديال ا هو ياك هذا هو اليمين وهذا هو اليسار تريب اشنو كتلاحظ حنايا الداله قلنا معرفه غير في هذه الجهه واش الداله ديالنا معرفه على اليسار ديال ا لا معرفه فقط غير على اليمين اذا الداله ديالي غادي نمشي نشوفها قابله للاشتقاق فقط غير على الياء اليمين فوالا داك علاش فوالا نفس الطريقه غادي ندير لتكن اف داله عدديه معرفه على مجال غادي ناخذ سميتو ا بي فوالا شنو كتلاحظ مفتوح من جهه ا ومسدود من جهه بي إذا هانت إذا الدالة ديالنا بحال هكا إذا الدالة ديالنا بحال هكا ياك مع على المجال معرفة على المجال أ بي فوالا نطراسي مثلا هادي هي أ هي بي مفتوح من جهة أ ومسدود من جهة بي الدالة ديالنا معرفة في هاد البلاصة فهمتي شنو قلت شنو كتلاحظ بي فين هو اليمين ديال بي هذا هو اليمين وهذا هو اليسار واش حنا الدالة قلنا معرفة غير في هاد البلاصة واش الدالة ديالنا معرفة على اليمين ديال بي لا ولكن معرفة على اليسار اذا نقدر اذا غادي نمشي ندرس قابلية الاشتقاق ديال الدالة على اليسار ديال بي فوالا رجع للتعريف زيد فوالا هنايا اللي تكون اف دالة معرفة على المجال من هاد الشكل نقول إن اف قابلة قابلة للإشتقاق للإشتقاق على اليسار في أ إذا تقريبا نفس التعريف إذا وجد عدد حقيقي حقيقي غنسميه ال, أل دوه بحيث خاص هذا الشرط يكون ضروري فوالا لا ليميت ها لا ليميت عندما اكس يؤول الى بي هنايا عفوا ماشي في ا في بي هنايا بي صح هادي ماشي ا بي يعني حنايا غادي نبغينا ندرسوا قابلة الاشتقاق على اليسار ديال بي اذا غنحسب ليميت على اليسار ديال بي يا اما غادي ندير ب موا ولا غادي ندير اكس تساؤل الى ب بحيث ان اكس اصغر قطعا من ب ديال من ديال اف ل اكس ناقص اف ديال ب على اكس ناقص ب باش تكون قابلة الإشتقاق خاصة لا يخرج لنا عدد حقي حقيقة وهذا العدد شنو سميتو ال2 كينتمي الاخر خاصو يكون كينتمي الاخر تخي بيان وهذا العدد l 2 l 2 شنو كيتسمى يسمى العدد المشتق المشتق للداله اف على اليسار في في ب فوالا في ب ونرمز له ونرمز له بالرمز باش غنرمز ليه كيفاش غنرمز ليه شكون هو هذا هو هذا هو العدد المشتق للدالة اف المشتق كرمز لها بريم فوالا في النقطة ب ولكن على اليسار يعني غنرمز نرمز لها بالجهة هنايا يعني غوش فهمتي شنو قلت فوالا ونكتب فوالا هاد اف اف بريم جي دو بي اشنو كيساوي راه هو لا ليميت نسالي دابا هادي حيد هادي شنو كيساوي هذا هذا هو اللي كنا كنديروا في لابارتي الاولانيه لانيميت عندما اكس يؤول الى بي ديال اف ل دي اكس ناقص اف ديال بي على اكس ناقص بي ولكن غوش يعني على اليسار يعني لانيميت غنحسبها على اليسار. سواء ندير اكس تؤول الى بي بحيث ان اكس اصغر من بي ولا غادي ندير اكس تؤول الى بي موان يعني كتعني على اليسار ديال ب نتمنى تكون فهمتي ما يتعرف فوالا غادي تتفهم تفهم احسن في الامثله فوالا ندوز الامثله فوالا ندوز الامثله فوالا مثال واحد مثال واحد لتكن اف اف دالة العددية المعرفة على المجال زيرو بليس لانفيني بما يلي اف لإكس غادي ناخد دالة بسيطة هي الجذر ديال إكس وجا قال لك ادرس قابلية 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 اشتقاق اشتقاق الدالة الدالة اف على اليمين على اليمين على اليمين على اليمين في x 0 كي زيرو 0 تخي بيان عطاني الداله ديالي شكون هي هي الغاسين ديال اكس الجذر المربع ديال اكس قال لي ادرس قابلة اشتقاق الداله اف على اليمين في اكس 0 كيساوي 0 قال لي سير شوف لي واش هاد قابله للاشتقاق على اليمين في 0 شنو غادي ندير نفس الطريقه شنو غادي ندير شنو غنمشي نحسب بغيت نعرف واش قابله الإشتقاق ولا لا شنو غادي نحسب لي نحسب شنو غادي نمشي نحسب لانيميت عندما اكس يؤول الى زيرو ولكن هاد المره على اليمين يعني غادي نحسب لانيميت في زيرو بليس ديال من ديال اف لي اكس ناقص اف ديال زيرو على اكس ناقص زيرو فوالا كنمشي نحسب هاد لانيميت الى خرج لي عدد حقيقي اذا قابلت الاشتقاق على اليمين في زيرو اذا خرجت لي بلس لانفيني او موان لانفيني فهي غير قابله للاشتقاق على اليمين في زيرو واحد السؤال غادي يطرحو عليا شنو هو علاش مشينا بغينا نشوفو واش قابله للاشتقاق على بالضبط على اليمين في زيرو علاش بحال نفس الطريقه كيفاش شرحت قبيله ياك فوالا هنايا المجال عندنا شكون هو هنايا المجال ديالنا شكون هو هو زيرو بلس لانفيني ياك المجال ديالنا فين معرفه الداله اللي عطيت في هذا المثال هو زيرو هو زيرو بليس لانفيني زيرو بليس لانفيني تراس إلي على المستقيم هذه هذا هو زيرو وهادي هي بليس لانفيني ياك تخي بيان إذا الدالة معرفة في البلاصة فهمتي شنو قلت إذا ها هو زيرو فين هو الليمن ديال زيرو ها هو الليمن وهذا وهذا هو اليسار فوالا واش هي الدالة قلنا معرفة في غير فهاد البلاصة واش دالة معرفة على اليسار ديال الزيرو لا ولكن راه معرفة على اليمين ديال الزيرو دونك نقدر ندرس قابلية الاشتقاق ديال الدالة على اليمين ديال الزيرو فوالا تخي بيان فوالا غنمشي نحسب هاد لانيميت لانيميت عندما اكس يؤول الى زيرو بليس اف لي اكس غتعوضها بالتعبير ديالها هي شحال هي جذر اكس ناقص اف ديال زيرو اف ديال زيرو حسبها شحال غتعطينا ها هي اف ديال زيرو غتعوض اكس بزيرو هي الجذر ديال زيرو هي زيرو ناقص ناقص زيرو على اكس ناقص زيرو فوالا شنو غتساوي لا ليميت عندما اكس تؤول الى زيرو بليس ديال من ديال الجذر اكس نبسط هذا الحساب جذر اكس ناقص زيرو هي جذر اكس على اكس فوالا اول حاجه كندير في الليميت شنو كندير كنعوض الى عوضت شنو غتعطينا الفوق زيرو غتعوض اكس بزيرو غتعطينا الفوق زيرو والتحت زيرو والزيرو على زيرو الشكل غير محدد اذا فاش غنفكر يا اما في التعميل يا اما المرافق بما ان هنايا عندنا الجدر غنفكر في المرافق كاينه طريقه اخرى هو انك تدخل جذر المربع لا اكس حيت اكس مو موجبه قدام دخل عليها الجذر انا غنمشي الطريقه البديهيه ياك شنو غتساوي ها والله ليميت عندما اكس يؤول الى صفر بليس جذر اكس غادي تضربها المرافق ديالها هو نفسه وكاين كاين اللي ضربتيه في الفوق كتضربوا في التحت اكس في الجذر ديال اكس زيد شنو غتساوي لا ليميت عندما اكس يؤول الى صفر بليس جذر اكس في جذر اكس راه هي اكس على اكس جذر اكس هي جدر اكس جذر اكس تساوي لا ليميت عندما اكس يؤول الى زير بليس غنختزل اكس مع اكس هنا فاش مضروبه راه مضروبه في واحد دونك الفوق شنو غتبقى هنا واحد على جذر اكس ضربتي في المرافق اختزلتي دابا غترجع تحسب لا ليميت حسب لي هاد لا ليميت هادي راه نهايه اعتياديه اوتوماتيكمون لا ليميت ديالها كيساوي أه بليس لانفيني انا غادي نزيد نبسط عليك عوض ملي كنبغي نحسب لا ليميت كنعوض ياك اشنو غتساوي هي واحد على جذر مربع ديال زيرو بليس ولكن هاد الكتابه راه ممنوعه في الرياضيات اشنو غتساوي غير باش كنبسط بها انا هي واحد على جذر مربع ديال زيرو بليس راه هو زيرو بليس راه ماشي زيرو هذا عدد تقريب للزيرو ولكن ملي اللي... ملي من, من واحد على زيرو بليس اشنو كيساوي راه هي بليس لا, لا إذا لانميت شنو خرج كيساوي بليس بليس لانفيني مي كيخرج لنا لانيفيني ديال هذاك المعدل كيخرج لنا بليس لانفيني أو موال لانفيني دونك الدالة غير قابلة للإشتقاق على اليمين في زيرو غادي نجي هنايا يا, يا بما أن بما أن إف بما أن عفوا بما أن بما أن لا ليميت عندما إكس يؤول إلى زيرو بلس ديال إف لإكس ناقص إف ديال زيرو على إكس ناقص زيرو شنو خرجت لينا؟ خرجت لينا بلس لانفيني إذن إف غير قابلة للإشتقاق للإشتقاق على على اليمين في اكس زيرو ايكالا زا زيرو يعني هاد اكس زيرو كنسمى اكس زيرو تقدر تسمى اكس ان اكس دو شغلك هذاك فوالا اذا على اليمين في زيرو اذا غير قابلة للشقق اذا ما عنديش العدد المشتق اذا ماشي تجي ودير ليا ان اف بريم ديال زيرو بلي ديال زيرو كيساوي بليس لانفيني لا هاد كتابة خاف اه ما بالرياضيات من الرياضيات مي مي كتكون مي كتكون غير قابله للاشتقاق راه العدد المشتق العدد المشتق ديال الداله اف على اللي من في الزيرو راه ما كاينش ما هاد الكتابه خاطئه رياضيا رياضيه واش مفهوم اذا الجواب ديالي حدو هنايا طيب تري بيان يعني دابا غادي ندوز مثال واحد اخر فوالا مثال شويه غيكون طويل مثال جوج لتكون اف أه اف أه الدالة الدالة العددية المعرفة على R بما يلي F ل X ولا G لـ اكس شنو كتساوي مثلا القيمه المطلقه ديال اكس ناقص واحد وجيت طلبت منك ادرس قابليه قابليه الشقاق الداله جي على اليمين وعلى اليسار في العدد غنسمي اكس زيرو اه في العدد واحد تخي طيب بيان يعني. اذا انا غنمشي ندرس دابا جوج ديال الحوايج قابلة الاشتقاق ديال الدالة على اليمين في واحد وعلى اليسار في واحد غادي نمشي بمرحلة مرحلة فوالا المرحلة الاولانية شناهي على اليمين في اكس زيرو في واحد يعني فوالا يعني على اليمين ديال هو واحد اشنو غادي نمشي ندير؟ خاصني نمشي نحسب خاصني نمشي نحسب فوالا باش نعرف الى وب... بغيت نعرف واش قابلت الاشتقاق على اللي ديال في واحد آ... على اللي من ديال ولا لا شنو كنمشي ندير كنمشي نحسب لا عندما اكس يؤول الى إيه واحد ولكن على يعني واحد بليس ديال من ديال اف آ... عفوا الداله عندي سميتها جي يعني جي اكس ناقص جي لواحد على إكس ناقص واحد إلى هاد لاليميت عدد حقيقي إذا الداله جي قابلة للإشتقاق على اليمين في واحد وإلا خرجت لنا بليس في أو موالانفين فهي غير قابلة للإشتقاق تخي طيب تساوي لاليميت عندما إكس يؤول إلى واحد بليس جي إكس غادي تعوضها بالتعبير ديالها هي شحال هي القيمة المطلقة ديال إكس ناقص واحد ناقص جي ديال واحد حسب لي جي ديال واحد أهي جي ديال واحد شنو غتساوي راه هي القيمة المطلقة ديال واحد ناقص واحد ناقص واحد غتعوض إكس بواحد أشنو غتساوي القيمة المطلقة ديال زيرو القيمة المطلقة ديال زيرو هي زيرو إذا غتكون زيرو على إكس ناقص واحد زيد شنو غتساوي لا ليميت عندما اكس يؤول الى واحد بليس الفوق شنو غتبقى هي القيمة المطلقة ديال اكس ناقص واحد على اكس ناقص واحد فوالا كل اللي غيقول لي نختزل هادي بهادي هادي راه ماشي هي انا, أنا راه عندي القيمة المطلقة ديال دي اكس ناقص واحد راه واخا كتشبه لي هادشي اللي كاين داخل كتبان لي راه ماشي هي راه عندنا القيمة المطلقة اذا شنو غادي دير نتايا اذا خاصك تحيد القيمه المطلقه باش تحيد القيمه المطلقه خاصك تعرف اشارات ما في داخل اشاره العدد اللي كاين لداخل اذا خاصني نحدد الاشاره ديالو ياك اذا باش نحدد الاشاره ديالو خاصني نقلب في كتنعدم يعني غنشد اكس ناقص واحد كتساوي زيرو تو كافي اكس تساوي واحد دابا ندير جدول اشاره فوالا غادي ندير هنايا اكس وهنا غادي ندير اكس ناقص واحد فوالا انا من موال لانفيني بليس لانفيني علاش حيت حدودية معرفة على اغ آه. كاملة في الوسط شنو كندير في كتنعدم كتنعدم في واحد ها آه هي كتنعدم في واحد حدودية من الدرجة الأولى على يمين الحل تأخذ إشارة أ آه. أ آه هو العدد اللي لاصق في إكس والعدد اللي لاصق في إكس هنايا آه واحد يعني الإشارة ديالو موجبة وعلى اليسر عكس إشارة أ آه. إذن فوالا اذا دابا غادي ندير هنايا القيمه المطلقه ديال اكس ناقص واحد شنو غتساوي فوالا كتنعدم حتى هي في واحد ياك شنو كتساوي دابا القيمه المطلقه شنو القاعده ديالها الا كان داك الشيء اللي لداخل موجب القيمه المطلقه ديالو كتساوي هو نفسه إذا كان داك الشيء اللي لداخل سالب القيمه المطلقه ديالو شنو كتساوي كتساوي المقابل ديال داك الشيء اللي لداخل اذا كنضربوه في ناقص فهمتي شنو قلت دابا هادي هادي كيفاش دايره على هذا المجال هنايا هادي كيفاش دايره على هذا المجال سالبه اذا القيمه المطلقه ديال شنو كتساوي كنشدوا هذاك العدد اكس ناقص واحد وكنضربوه فنا فنا ناقص عاوتاني هذاك الشيء اللي داخل في هذا المجال كيفاش داير مو موجب اذا القيمه المطلقه ديالو غتساوي هو نفسه كنعاود نكتبه هو نفسه تري طيب بيان فوالا دابا رجع فوالا بما معايا اشنو غتساوي فوالا دابا هنا إش رجع معايا لا ليميت دابا لا ليميت تفي كتحسبوا على لي ديال واحد ها هو واحد فين هو لي ديال واحد هو هذا هذا هو اليمين ديال واحد وهذا هو اليا اليسار يعني ملي كنقرب لواحد على من ها القيمة المطلقة ديال إكس ناقص واحد شنو كتساوي؟ إكس ناقص واحد نعوضها بها غنعاود نكتب لا ليميت بعدا كاين إكس سأولو إلى واحد بليس ديال إكس ناقص واحد على إكس ناقص واحد ودابا نفس العدد نقدر نختزل به شنو غتعطينا هو واحد إذا لا ليميت ديال شنو خرج عدد حقيقي حقيقي إذا أش هات نعاودو نكتبوها بما أن لا ليميت بما أن لا ليميت عندما إكس يؤول إلى واحد بليس دي اكس ناقص جي لواحد على اكس ناقص واحد شنو خرجينا عدد حقيقي حقيقي اذا اذا جي قابله للاشتقاق هيا للاشتقاق على اليمين على اليمين حيت حسبنا احنا ليميت على اليمين في واحد فوالا إذا كانت قابله الاشتقاق فراه انا عندي عندي العدد المشتق لهذه الداله في هذا العدد ولكن على اليمين و اش جي بريم ديال واحد ولكن ماشي ديال واحد ولكن على اليمين يعني دغوات دي شنو غيساوي راه لنا هذاك لا ليميت خرجت لك لا ليميت شحال لي خرجت لينا هو واحد واش فهمتي معايا الفكره دابا فوالا دابا قابلة الاشتقاق على اليمين ديال واحد دابا غادي نشوفها واش قابلة الاشتقاق على اليسار في واحد شوف كاين فرق بين على قابلة الاشتقاق على اليمين وقابلة الاشتقاق على اليسار وكاين فرق بين قابلة الاشتقاق في هذاك النقطة دابا غادي نمشي ندرس قابلة الاشتقاق على اليا على اليسار في اكس زيرو كتساوي واحد تقريبا نصف الطريقة شنو غادي نمشي ندير غنمشي نحسب لا ليميت عندما اكس يؤول الى واحد موا ديال جي اكس حيت على اليسار يعني واحد موا ناقص جي واحد على اكس ناقص واحد شنو غتساوي لا ليميت عندما اكس يؤول الى واحد موا جي لي اكس كتعوض عاوتاني بالتعبير ديالها شنو كتساوي اللي هي اش هي القيمة المطلقة ديال إكس ناقص واحد ناقص جي ديال واحد راه ديجا محسوبة ثلاثة عطاتنا زيرو على إكس ناقص واحد إذا شنو غتعطينا في النهاية لا ليميت عندما إكس يؤول إلى واحد موان القيمة هذا ناقص زيرو يعني غتبقى غير القيمة المطلقة ديال إكس ناقص واحد على إكس ناقص واحد أو تاني راه رمي... ما عندكش الحق تختزل راه القيمة المطلقة هذه راه ماشي هي هذه فوالا اذا خاصني نحيد القيمة المطلقة اذا خاصني ندرس الاشارة هادشي ديجا مديور اذا غادي نجي كتساوي نتايا كتحسب لا ليميت فين على اليسار ديال واحد ها هو واحد على اليسار ديالو هو هذا القيمة المطلقة ديال اكس ناقص واحد على اليسار ديال واحد شنو كتساوي فوالا كتساوي ناقص اكس ناقص واحد ياك انا لا عندما اكس يؤول الى واحد ناقص ديال من ديال ناقص اكس ناقص واحد على اكس ناقص واحد دابا غادي تختزل هادي مع هادي غتمشي هنا فاش مضروبة هنايا راه مضروبة فوا واحد دونك اشنو غيبقى ناقص واحد عندك تنسى ناقص الناقص ناقص واحد اذا لا ليميت اشنو خرجينا عدد حقيقي حقيقي اذا الدالة قابلة للاشتقاق على اليسار في واحد بما ان بما ان لا ليميت عندما إكس يؤول إلى واحد موان ديال من ديال جي لإكس ناقص جي لواحد على إكس ناقص واحد خرجنا شحال ناقص واحد يعني كينتمي الأخ إذن جي قابلة قابلة للإشتقاق قابلة للإشتقاق على اليسار في واحد تخي بيان و لع... إذا بما أنها قابلة الإشتقاق إذا عندي العدد المشتق للدالة جي العدد المشتق دائما الإشتقاق الرمزولي بريم على اليسار يعني كوش هيا نعاود نكتب إني جي صغيرة في واحد شحال كيساوي هذا؟ راه كيساوي هذاك ليميت اللي خرجت لك شحال هو كيساوي شحال ناقص واحد فهمتي معايا يا استاذ فوالا دابا غنكتفي بهذا القدر ولا الى الحصه القادمه